كارير ديما مع سليم بوصفارة. سميرة بدأت رحلتها في موندو ديجيتال انفلونسينج، خذت بكليم بيبو الكونسلتان تاع لي انستغراموز، واقتنعت اللي تنجم كان تكون انفلونسوز درجة ثالثة. بلغة أخرى تبيع في الريح للمراكب، على خاطر ما عندها حتى إضافة تقدمها للي باش يتبعوها، بخلاف اللي روحها خفيفة وراس مالها جمالها. على طول النهار التليفون ما يتنحاش من يدها، هاو هبت تصويرة الصباح، هاو صبحت على لي انستغراموز اللي تبع فيهم، هاو دخلت على لي كونت جدد اللي ولات تبع فيهم، اللي تبيع في لي مكياج، اللي تعمل في الجاتوات، اللي تجرب في جميع انواع الكريمه، واللي تبيع في الحوايج. ضربه ضربتين حاله لايف تحكي في حكايه له راس لسيس. مثلا تعطي في رايها على عركه بين زوز انستغراموز من العيار الثقيل، ولا عامله مسانده الانستغراموز معرسه بكوارجي وكلات بعضها بيناتهم اون بوبليك. ساعات زاده على نبذه صارت بينها وبين صاحبتها. ساعات تعطي دروس في كيفاش تكون سترونغ اندبندنت وومن، وهذا من منطلق تجربه وهميه، وغيرهم المواضيع كيما الحب والخيانه. وساعات باش تحرك القاعده الشعبيه وتحط غناء كباري وتتحزم وتعمل سيسيون تاع شتيح. كيما زاده مرات يهبط عليها الايمان والتقوى، تغطي شعرها وتنحي المكياج وتبدا تنشر في الدعوه على الانستغرام. عدد لي فولورز ترشق وكان ماشي ويتزايد. شيخين منبهرين في جمال وأفكار كوين سام، هذا الاسم اللي اختارته سميرة، في شهرين ولوا عندها 10,000، في 6 أشهر وصلت 50,000، وفي عام سكرت 100,000. إنجاز عظيم، الحومة ومجاورها الكل اتبع فيها. بدأت تجي طلبات لكولابوراسيون وعملت بورتفوي كليون مزيان، كيما باتيسوري الحومة، الفريب، فاست فود، الأثاث، كراء لوازم الأفراح وغيرهم. ولا عندها مدخول شهري متاع 3 ملايين، لسينسيس، للديكلاراسيون، لأداء على القيمة المضافة، وزيد على هذا تاكل بلاش وتلبس بلاش. سميرة ولات تمترس جارغون الانستغرام، التون اللي يستعملوه في ستوريات، وهذه بيرفورمانس صغيرة. اليوم باش نهزوكم لبلاصة ما يعرفوهاش برشا عباد، باش تتفاجئوا كي باش تتفرجوا في الفيديو هذا. البلاصة مولاتها سامبا 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 على الاخر، هاكم تشوفوا فيها ليلي عندها حاجات على محليهم، رواب، صبابط، سيكان، شوف الوهرة، تري كلاس، يا قديش سو كيوت. ولا الرستوران اللي باش نفطروا فيه اليوم اسمه تهمهيم، موليه فوزي فرح بينا مش نورمال، جبنا دي منو فيهم كرانشي شيكن وصوص باربيكيو وفروماج شيدار، كونتيتي جينيروز، وعطيته 8/10. سميرة كانت شيخة بعيشتها هذه، السقف متاع طموحاتها ولا تولي ديجيتال انفلونسر وتتعامل مع ماركات عالمية، وعليش ليه توصل وتولي بين تونس ودبي. كارير ديما مع سليم بوصفارة.